السلام عليكم تلامذتي الأعزاء. الآن سننتقل إلى حصة جديدة من حصص النشاط العلمي، هذه المرة بعنوان النمو لدى الحيوانات. الآن لاحظوا معي الصورة التي عرضت أمامنا. نلاحظ هنا ليلى تقوم بإطعام مجموعة من الحيوانات مختلفة الأجسام. هنا سنحاول أن نطرح سؤالا، لماذا تطعم هذه الحيوانات؟ للطيور سنحاول أن نلاحظ هذه الصور ونتمعنها جيدا. هنا لدينا مجموعة من الكساكيت بعد ولادتها حوالي بأسبوعين، بعد ذلك لدينا هنا كساكيت نوعا ما كبيرة تقريبا عندنا بعد شهر من ولادتها، بعد ذلك ننتقل إلى فراخ ديال الدجاج لحوالي بعد 3 أشهر من ولادته، ثم عندنا دجاج صغير بعد 4 أشهر من ولادته، وفي الأخير نحصل على دجاج كبير ناضج أي بعد 5 أشهر فما أكثر. هنا سنحاول لماذا أطعمت ليلى هذا الدجاج. نلاحظ أطعمت ليلى الدجاج لكي أولا ينمو، عندنا لابد من عملية النمو، لابد من الطعام، كذلك لكي يزداد حجمه، كذلك أن زيادة الحجم فهي رهينة ومربوطة بالتغذية. هنا سنحاول أن نعرض صورة تمثل هذه الصورة مراحل نمو الدجاجة. كما نلاحظ في الصورة عندنا مجموعة من المراحل كتمر منها الدجاجة منذ خروجها من البيضة إلى أن تصبح دجاجة ناضجة. عندنا في البداية كنلاحظوا أن هذا الكتكوت قبل أن يصبح دجاجة لابد من إطعامه طعاما لكي أولا يزداد في حجمه، ثانيا لكي ينمو. الآن نأخذ كراساتنا على الصفحة 59 ونحاول أن نلاحظ النشاط الموجود بالكراسة. النشاط: ألاحظ الرسوم وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة، وزنها تنمو. قمنا هنا بعرض 4 صور لمراحل نمو الحيوان. في البداية عندنا خروج الكسكوت من البيضاء بعد شهر من ولادته، بعد 3 أشهر، وفي الأخير بعد 5 أشهر. السؤال: سنملأ مكان النقط الكلمتين اللتين ذكرناها سابقا والموجودة في الأعلى. الحيوانات ويزيد نقط مع مرور الوقت. نعم، إذا كسبنا تنمو الحيوانات ويزيد وزنها مع مرور الوقت فإجابتنا صحيحة. لقد سبق وأشرنا إلى ذلك، قلنا أن نمو الحيوانات والزيادة في وزنها فهو رهين بإطعامها. الأنشطة السابقة يمكن لنا أن نستنتج الخلاصة التالية: تنمو الحيوانات ويزيد وزنها مع مرور الزمن. هناك كلمات مهمة لا بد لنا من معرفتها وهي مترجمة إلى اللغة الفرنسية: نمو كواسونس، صغير بوتي، وزن بوا، حجم فوليم، كتكوت بوسا. الكراسات على الصفحة 59 ونحاول أن ننجز نشاط التثمير. أرتب مراحل نمو الطائر باستعمال الأرقام من 1 إلى 3. نلاحظ هنا عندنا الطائر كمرنا بثلاثة ديال المراحل منذ أن كان صغيرا إلى أن أصبح كبيرا.